كما كتعرفوا هذه المحطه جات وسط المدينه، يعني كان فيها المواطن كيجيب بواحد السهوله وبواحد السيوله كثيره. هادو من المستحبات ديال هذه المحطه. كاين واحد الحنين وقدم خدمات جليله. الافتتاح ديالو انا ما كنتش موجود بالقطاع ككل، لانه انا التحقت بالقطاع في 2010 ولقيته مازال كيقدم خدمات، ولكن اللي مستشف هو المواطن المغربي. وصل لواحد النضج، وصل لواحد العزة الكرام اللي باغي الكرامة ديالو تصان. هذا الفضاء حتى هو نقولوا ما بقاش كتصان فيه الكرامة ديال المواطن. كان من المنتظر في يوم واحد من هذا الشهر غتصبح خدامة بناء على المرسوم اللي تبناه السي محمد بن عبد الجليل المعالي الوزير ديال النقل. السيد الكاتب العام في واحد الاجتماعات اللي هي مسترسلة، والكل كان ملتزم بهذا اليوم باش تكون العمل، الا انه ظهرت بعض الاكراهات اللي كنتمناو يتغلبوا عليها الاخوان من المدير ديال المحطه والناس اللي كيدوروا في الكنف ديالو ويداركوا هذا الهفوه. من جهه اخرى حنايا هذا الفضاء كنتمناو يكون واحد القطيعه تامه مع التسيير العشوائي اللي ساد واحد العديد ديال المحطات، واللي هرب راس المال ديال الناقل اللي هو المسافر، راه ما بقاش كيجي. علاش؟ لانه هذا المسافر باغي واحد الفضاء اللي تصان فيه الكرامه ديالو، وما كنظنش كاين شي فضاء اللي غتصان فيه الكرامه ديالو احسن من هذا الفضاء. قطاع النقل الطرقي المسافرين كما كتعرفوا راه كيشغل، باقي كيخدم واحد 35% من الناس اللي كتنقل بالواسطه ديالو. هذا باعتراف ديال الوزاره. إذن هذه الفئه راه لا يستهان بها، وما خصناش في اطار هذه التنافسيه الحاده ما بين الانماط النقليه، راه خص هذه المحطه تكون هي المراه ان شاء الله ديال النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب.